امبارح لو تفتكروا حضراتكم زميلي خيري كان في البرنامج في الحلقة مع حضراتكم امبارح وبيتكلم عن حكمة أبو زيد مع حفظ الألقاب. طبعا حكمة أبو زيد غنية عن التعريف. بعد أن أذعنا هذا الكلام وبعد أن أذعنا هذا التقرير يمكن بخمس دقائق السيدة الفاضلة سوزان مبارك وهي أيضا غنية مش عن التعريف وهي غنية عن الفضل لأنها الحقيقة بخلاف كونها سيدة مصر الأولى وقرينة السيد رئيس الجمهورية لكن الحقيقة السيدة سوزان مبارك في كل موقف من هذه المواقف اللي احنا بنتعرض لها خصوصا فيما يعني نتابع نحن في برنامج مصر النهاردة لا تتأخر أبدا عن إثبات أن في مصر رجال وسيدات بيحبوا الشعب وبيحبوا الناس وبيحبوا الخير ولسه قادرين على ان هم ينسوا مسؤولياتهم وينسوا مشاغلهم ويقولوا لا هنا لازم نساعد هنا مصر لازم تقف جنب ولادها او ستاتها او بناتها. مصر ما بتنساش اي حد خدمها ولو لدقيقة واحدة. النهاردة وزيرة القوى العاملة بتكليف من السيدة الفاضلة سوزان مبارك كانت عند السيدة حكمة ابو زيد. هنروح نشوف التقرير والدكتورة فرخاندة حسن كانت موجودة كمان امين العام المجلس القومي ليه المرأة المجلس القومي للمرأة وشيء الحقيقة الشكر واجب فيه وإن كان في هذا المقام ما فيش شكر لكن شكرا سيد الفاضل. بعد زيارة برنامج مصر النهاردة للوزيرة حكمة أبو زيد تلقى البرنامج العديد من ردود الأفعال كان من أهمها اهتمام السيدة الأولى سوزان مبارك بحالة الوزيرة واتخاذها قرارا بأن الوزيرة ستكون تحت رعاية المجلس القومي للمرأة كما تردد عليها اليوم العديد من الشخصيات العامة لزيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية مما أسعدها كثيرا. أهلا وسهلا حضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا ربنا يديك الصحة. لا والله ده إحنا اللي سعداء وبالتحيات حرم سيادة الرئيس وتمنياتها لحضرتك بالشفاء ولو اي شيء حضرتك تأمريني بيه يعني بجد يعني في العفو. اللقطة البرنامج مصر النهاردة اذاعها وعرف المجتمع انها في المستشفى اثارت الحقيقة عند الجميع اللي عارفينها وده طبعا يعني شريحة كبيرة من نساء مصر ورجال مصر عارفينها وكانت اول وزيرة و أيضا اللفتة الكريمة للسيدة الفاضلة سوزان مبارك أنها تتصل بالبرنامج وتحاول الاطمئنان على صحة السيدة الوزيرة السابقة وده خلى يعني الحقيقة حملنا مسؤولية أن احنا لازم نحاول أن احنا نتعرف على حالة السيدة الوزيرة السابقة ونعرف إذا كان هناك أي شيء ينقصها أي شيء نقدر نعمله سواء كان من مؤسسات الدولة أو من الأفراد. فكان لي النهاردة الحقيقة سعيدة أن أنا جيت زرتها وشفتها اطمأنيت عليها ووصلت لها تحيات السيدة الفاضلة سوزان مبارك وهي وصلت لي طلبت مني يعني الحقيقة أن أنا أرفع إلى السيدة الفاضلة كل الشكر والتمنيات والتحيات والتقدير على هذه اللفتة الكريمة. صباح الخير أحلى وزيرة في الدنيا إزيك سلامتك ألف سلام شفتك مبارح في مصر النهاردة على العالم ده أهو فورا فورا يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم طول عمرك وطنية وجميلة والله شفت الإبهار اللي انت عملتيه امبارح مش شفت الإبهار امبارح ها بسم الله ما شاء الله يعني ده هم الجروب كله هو اللي عمل لا بسم الله ما شاء الله يعني امبارح اهو على مصر اللي بتحبيها وبتعتزيها بشكر جدا مصر النهارده لانه فعلا عمل
سبق رائع جدا جدا، لأنه نبهنا إلى وجود سيدة عظيمة مصرية وطنية مخلصة موجودة في مستشفى أنجلو أمريكا. في لحظة ما شفت البرنامج قررت أن أنا لازم تاني يوم أكون في زيارة الوزيرة السابقة دكتورة حكمة أبو زيد. دكتورة حكمة أبو زيد بتمثل قيمة اجتماعية كبيرة وقيمة وطنية كبيرة، والدكتورة حكمة أبو زيد كانت مثال للمرأة القوية الوطنية الوزيرة اللامعة التي يعني وضعت بصمتها على العمل الاجتماعي في مصر بشكل، وكانت نموذج لكل سيدات الوطن العربي. امبارح أنا تأثرت لما شفت الأستاذة الدكتورة حكمة، وقعدت عيط عياط مع الألم اللي عندي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وهي قيمة كبيرة جدا جدا جدا. هي الدكتورة حكمة جت هنا من حوالي شهر وأسبوع بالضبط، حوالي 35 يوم، كانت مصابة بكسر في مفصل الفخذ اليمين، والحقيقة كانت يعني الموضوع ده حله الوحيد ان احنا نعمل عملية لتغيير المفصل، ما فيش حل تاني الا ان المريض يرقد شهرين ثلاثة في السرير لغاية لما يلحم بأي صورة كانت يعني، وبعديها المشي ما بيبقاش قد كده يعني ما بيبقاش كويس. هو الحقيقة زيارتكم ليها يعني من الواضح انها عملت تأثير كبير، لان انا يعني انا كنت عندها النهاردة الصبح لقيت ان الفكر اتغير كتير قوي من ناحية العملية، وبتفكر جديا ان هي تاخد القرار. الاسبوع اللي فات يعني كانت في حالة نفسية سيئة خالص خالص، النهاردة انا شايف الدنيا متغيرة كتير، من الواضح ان زيارتكم فرقت معاها يعني. احنا شفنا الحديث بتاع امبارح، اعتقد انه مس قلب كل مصري ومصرية، وحس قد ايه ان احنا يعني قدام قيمة مصرية كبيرة. انا يعني كنت احب انه يعني التقي بها مباشره وجها الى وجه في ظروف احسن من كده، لكن انا بشكر الظروف برضو اللي ادتني الفرصه، انه كنت من زمان جدا وانا نفسي اتعرف على معالي الوزيره مباشره وشخصيا، وكل كلمه الحقيقه كانت يعني بينا دلوقتي انا استفدت منها، وهي بالنسبه لي قيمه كبيره جدا جدا. اتمنى لها الشفاء، وبنعتذر عن اي تقصير سابق معالي الوزيره. اعتز بيها وكويسه، وهي كنز ليا الحقيقه، وقدرتها وجرعه تساعدني على القيام برضو مره ثانيه، واستمراري في الحياه، واستمراري ايضا العطاء إذا إن شاء الله ما أستطيع. إن شاء الله. شكرا إن جميلا. شاء الله. تخيلوا الحالة، حالة الدكتورة الأستاذة الوزيرة الدكتورة حكمة أبو زيد ما بين امبارح والنهاردة. ما بين امبارح اللي ما فيش حد متهيألي كان بيخبط على باب المستشفى، وكانت عايشة في عزلة ووحدة وحيدة مع المرض، وبين النهاردة للدنيا اتقلبت ولقت ان مصر حكومة وشعبا وتلفزيونا وقيادة كلهم بيسألوا عليها وبيطمنوا عليها وبيودوها وبيرجعوا لها قيمتها واحترامنا ليها ولما فعلته كقيمة سياسية ونسائية كبيرة جدا في مصر. تخيلوا قد كده اللفتات دي بتفرق. يمكن حد يقول دي حاجة عادية، لكن لا، لو سألنا حكمة أبو زيد ايه الفرق بين امبارح والنهاردة هتقول لكم الفرق يمكن زي اللي قضيته في حياتي كله. شكرا جزيلا للسيدة الفاضلة، ان هي لازم نرجع لها السبب. الحمد لله احنا كنا واحد من الاسباب ان احنا نورنا بس على هذه المنطقة، لكن هي استجابت في ثواني قليلة جدا وقالت يعني انا بشكر مصر النهاردة وانا هتولى الموضوع. وبالفعل كلفت في ثواني عديدة معدودة الدكتورة فرخوندة حسن الامين العام للمجلس القومي للمرأة بالذهاب نيابة عنها وتقديم واجب التقدير والمساندة والدعم المعنوي وعيادة المريض والدعوة له بالشفاء في المستشفى. وطبعا بصفة شخصية الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والسيدة عيشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة. وكانت لفتة جميلة ان شوفوا برضو حكمة، وهي حكمة اسم على مسمى. لما قلت لها انت مش عايزة حاجة، قلت لها انا عايزة البروش ده، فكلنا استغربنا ازاي تطلب بروش، واكتشفنا بعد كده ان هي لها حكمة في ده، ان البروش مش قيم لكن هو الأقيم لأن عليه علم مصر. تحية جمهورية مصر العربية، ودعواتنا بخالص الشفاء. اهي اللقطة، اهي لقطة البروس على الهوى. يعني ما يغلاش، وانه غالي بس ما يغلاش على الدكتورة حكمة. ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة ان شاء الله. تحية جمهورية مصر العربية، وبعد الفاصل فقرتنا الإخبارية مصر حصل فيها النهارده.